سنة الاستراحة تكون في المغرب والفجر، سنة الاستراحة تكون في المغرب والفجر، هي سنة الاستراحة تكون دائما بعد الأولى وبعد الثالثة على القول بها. وقد اختلف العلماء في سنة ما يسمى بجلسة الاستراحة، والراجح عندي والله أعلى وأعلم أنها لا تسن دائما ولا تترك دائما، بل تسن أحيانا وتترك غالبا بدون تقييد بكبير صغير متعب مرهق، فهمتم؟ تسن أحيانا وتترك غالبا، هذا أقرب شيء إلى السنة والله أعلم.